السلام عليكم الإخوة الأخوات، فيديو جديد. اليوم هي الجمعة، هذا راه الجو ديال المغرب. حنا يلا عندنا المغرب دابا. من خلال الفيديو كاين بزاف الأصدقاء والصديقات اللي قال لك ودي بغينا نجي ونقراو تما ونديرو شي فورماسيون تما. أنا قلبت لكم ولقيت لكم هاد لو سونتر بروفيسيونيل اللي سميتو بيل افونيغ. بيل افونيغ، المستقبل الجميل. انتما غادي تدخلوا للسيت ديالو، غتلقاو المعلومات اللي بغيتو وتشوفوا يعني المعلومات اللي كترضيكم. ولا كنتو مهتمين بديك لي فورماسيون، ما عليكم الا تتصلوا بداك لو سونتر وهو غادي يشرح لكم كيفيه ديال التسجيل وكيفاش ديروا باش تسجلوا وشحال خصكم تخلصوا باش تجيو تقراو. المهم انا قلبت لكم على بيل افونيغ، تقراو فيه دي او بي اللي يقولوا لي ديب، وان شاء الله يكون خير، الله يسهل على الجميع. غتلقاو في صندوق الوصف غادي تلقاو لو ليان، غتلقاو الرابط ديالو. وحنا دائما مع فيديوهات ايجابيين باش نحاولوا نساعدوا الاخوان والاخوات الشباب اللي باغيين يجيو ويبنيو المستقبل ديالهم. الله يسهل الامور، الله يسهل على الجميع. هذا اللي غادي نعطيكم راه دي بيل افونيغ اللي كاين في تخوا ريفيير، اللي كاين في المدينه اللي كاين فيها انا. تخوا ريفيير كتقدروا تلقاوه في موريا، تلقاوه في مدن اخرين، ولكن انا المهم انا بحثت لكم وعطيتكم راس الخيط، وانتم ديك الساعه غتقلبوا عليه في المدن اللي بغيتو. ما عليكم الا تكتبوا بيل افونيغ بي او ال اسباس افونيغ وديروا المدينه الحدا، كتبوا مثلا موريال ولا ساغني ولا غاتينو، ولا شوف نتوما المدينه اللي بغيت تمشيو ليها، وديك الساعه ان شاء الله يكون خير. يلا الله يسهل على الجميع وتوكلوا على الله. يلا السلام عليكم. في صندوق الوصف غادي تلقاو الرابط. السلام عليكم.